كان سكاني على الاشقاء والاخوه في غزه، ودايما مدينه العريش كانت بتبقى هي النقطه الاقرب للاشقاء والاخوه في غزه. حضرتك عايزين حضرتك تكلمنا عن الاستعدادات بتاعه المستشفيات لاستقبال الجرحى في اي وقت. احنا طبعا رفعنا درجه استعداد المستشفيات او قطاع الصحه كله بصفه خاصه بصفه عامه، واحنا دلوقتي المستشفيات بتاعتنا جاهزه، عربيات الاسعاف متوزعه، واحنا طبعا ماشيين باسلوب الانساق الطبيه، سواء في عربيات الاسعاف اللي هي موجوده في كل مكان عدد من العربيات بتاعة الإسعاف للنقل ويسلموا بعض. أهم حاجة أن احنا فتحنا برضو نقطة الفرز في المعبر عشان نقدر أن احنا نعمل فرز للمصابين، ونحدد الدكاترة طبعا اللي موجودين في نقطة الفرز بيحددوا، والدكاترة دول على فكرة جايين من الوزارة، يعني الوزارة دعمت المحافظة بأطباء عشان خاطر هذه الأزمة. من ضمن هؤلاء الأطباء أطباء الفرز، ودول ذو مهارة عالية بحيث إن هو بيعمل الحاجات الأولية وبعد كده بيقرر المريض ده يروح فين أو المصاب ده يروح فين، ودي حاجة لأنه طبعا ممكن المصاب يروح مكان غلط ما تتقدملوش الخدمة العلاجية. وتاني النسق الأول الطبي ده موجود في الشيخ زويد، مستشفى الشيخ زويد، ودي جاهزة إن هي بقى الحالات اللي هي متوسطة تخش فيها. ثم بنعتبر مدينة مستشفى العريش ومستشفى بير العبد الاثنين نسق واحد، هيتحول لهم الإصابات اللي هي الشديدة، لأن احنا برضو موقعين بروتوكول من ساعة ما بدأت العمليات الإرهابية، موقعين بروتوكول مع جامعات القاهرة والأزهر الجامعات جامعة القاهرة وجامعة الأزهر وجامعة المنصورة وجامعة الزقازيق، دول الأربعة دول عاملين معاهم بروتوكول موجود عندنا أسبوعي من 25 ل 30 طبيب، مش طبيب بقى عادي، ده ماجستير ودكتوراه أساتذة كلهم. فطبعا احنا بنعتبر مستشفى العريش ومستشفى بير العبد بتساوي مستشفى بتساوي مستشفيات الجامعات، فإن شاء الله احنا مستعدين بأيضا الاحتياجات. وكان يمكن لو انت فاكرة معالي الوزير جه يوم الأزمة وتفقد بنفسه ومد المستشفيات ببعض الاحتياجات اللي كانت ناقصاها، فكده احنا نعتبر جاهزين لنجدة اهلنا فيه. طب هل في عدد مثلا عدد عربيات الاسعاف عدد الاطباء اللي الموجودين مثلا المحافظه مستعده بيهم؟ لا، هو عدد عربيات الاسعاف احنا عندنا 150 عربيه اسعاف، ده بخلاف الاسعاف المركزي، يعني دول ال 150 دول اللي هم من عندنا وجزء من مدن القناه اللي هم بورسعيد الاسماعيليه والسويس، اتاخد جزء منها وانضموا علينا، اصبح اللي موجود 150 عربيه، وده عدد كافي جدا ان هو ينقل، لان احنا النقل بتاع الاسعاف او الاسعاف بيعمل بالنظام النقل التبادلي، يعني عربيه بتوصل لغايه منطقه وبيستلمها عربيه ثانيه وهكذا، ده عشان خاطر سرعه الوصول وانه يبقى عارف هو هيخش على فين مباشره. نقدر بشكل واضح نقول عدد المستشفيات الموجوده كذا مثلا؟ لا، احنا عندنا المستشفيات اللي موجودة عندنا 6 مستشفيات، مستشفى عام وخمس مستشفيات مركزية، فلا دي كافي العدد ده. احنا عندنا الطاقة الاستيعابية بتاعت السراير 300 سرير، فاحنا بنتكلم في 300 مكان سرير مجهز، وزائد بالإضافة إلى الحاجات الأخرى، ولكن احنا نقدر نقدم العلاج الطبي المؤهل لغاية 300 سرير. بالحديث عن المستشفيات الميدانية، بارك حدث انه في على الارض مستشفيات ميدانية متواجدة، هل ده صحيح؟ في عندنا في الشيخ زويد من امبارح شغالين فيها، هتفتح مستشفى ميداني كاملة في الشيخ زويد، والمستشفى دي الغرض منها الرئيسي مش تقديم علاج، الغرض منها ان احنا بنرفع الطاقة بتاعت مستشفيات شمال سيناء من 300 الى 420. طب سؤال جانبي شوية، هل حضرتك عندك معلومة او اعتقاد ان الاحتلال الاسرائيلي من الممكن يوافق على عودة المصابين من غزة؟ ده لازم العدو الاسرائيلي بيرضخ للضغوط الدولية، هو في ضغوط دولية، مين في العالم يقبل مثل هذا الجرم اللي موجود؟ لا، ده في احنا مش احنا بس، مش مصر بس اللي بتضغط، العالم كله بيضغط على ان الجرحى والمصابين يخرجهم، والجرحى والمصابين يتولى
يتعالجوا في اماكنهم والجرحى والمصابين لا يكونوا مستهدفين. عايزين حضرتك القاء ضوء سريعا على موقف القياده السياسيه في مصر من مساله تهجير اللي فرضها الاحتلال. انا مش هقدر اضيف جديد اكتر من اللي قاله السيد رئيس الجمهوريه. يعني كان السيد رئيس الجمهورية واضح وصريح إلى أقصى درجة وأعلنها قدام المجتمع الدولي كله بالكامل. وأنا يمكن كنت لي اجتماع ولقاء مع الأمين العام للأمم المتحدة وكان نفس الأسلوب ونفس الكلام اللي سيادة الرئيس اتكلم بيه، كان نفس الحوار من أنا شخصيا للأمين العام للأمم المتحدة. شكرا.